وثيقة تمرد. وثيقة تمرد لما ظهرت طبعا الفكرة كانت محترمة جدا، واللي هو هو بورقة وقلم وبالحسنة، فيعني اطلع استقيل من منصبك وغرفة 60 داهية ونعمل انتخابات رئاسية مبكرة ونمشي البلد. طبعا الناس اللي قامت بوثيقة التمرد كانت ناس محترمة جدا، ابتدوا ينزلوا الشوارع يمضوا واحد واحد، تخيلوا الفكرة دي. ابتدت ايه ده، جمعنا 100، جمعنا 1000، جمعنا 5000. فابتدت الناس تنزل الورقة على النت، كله بقى الناس كلها شباب كلها ابتدى يطبعها على حسابه. وابتدى يعني انا عن نفسي طبعت، كنت انزل المطعم الكافيه صحابي صحاب صحابي، امضي هنا، ما انا عارفه، امضي لي هنا. والشغل بدات امضي وامضي الناس قرايبي، واقول للناس اطبعوا، واطبع لناس واديها لهم. فالموضوع ابتدى كده، اللي هو اللي معاه فلوس يطبع على حسابه ويدي غيره، واللي معهوش تعالى وخد الورقه اهو وانزل لف معانا. انا عن نفسي كنت بقى نزلت المهندسين والزمالك يعني. الموضوع قبل يعني في خلال شهرين لا يقل مثلا 20-30 مليون تمرد امضى. وخلاص نازلين 30 يونيو، فموضوع 30 يونيو ده محسوم يعني، الدليل هو يعني. طبعا ابتدينا نتشتم شباب بتوع التمرد، اتشتموا وتخونوا القصة وتكفروا، وابتدوا الاخوان يعملوا ورقة تانية ضد تمرد بقى، اللي هي مش عايزين مظاهرات، عايزين استقرار والكلام الفاضي ده. ابتدوا يعني يقلدوا شباب بتوع تمرد يعني. فطبعا ما نفعتش ولا جمعوا 500 ورقة على بعض. افتكر عشان يعني حاجة تتقال، كنت انا في الزمالك واقف مع الشباب وبنجمع تمرد وبنوقف العربيات وبنخلي الناس تمضي. كانت طلعت اشاعات بعد 30 يونيو مش عارف ليه على كندا علوش الممثلة، مرات ممثل الفنان عمرو يوسف، انها يعني سورية ومش ومع الاخوان وكده. انا شايفها بعيني في الزمالك، اول ما شافتنا وقفت في نص الطريق بالعربية وقالت عايزة ورقة تمضي عليها، ومضت على الورقة. فبرضو يعني شهادة تتقال عشان كمية الإشاعات اللي طلعت عليها هي بالذات، مش عارف ليه إن هي إخوانية ومش عارف إيه، والسوريين أصلا مش إخوان يعني. فمش عارف برضو يعني ساعات كده وقت الناس بتطلع إشاعات سخيفة في أوقات غريبة يعني. فأنا شفت ده بعيني بصراحة يعني، الحق يتقال يعني. بعد كده كله بقى يجمع ويودي بقى، ابتدوا يعملوا مقرات، حد عنده شقة يكتب يافطة كده مقر تمرد ويتصل بيهم بالتليفون، تعالى المكتب بتاعي في رمسيس، في البحيرة، في المهندسين، في بنها، في طنطا، في سوهاج، في أسوان، تعالى المكتب هو المفتاح هو تحت عمركم. الشباب ينزل بقى يجمع الأصوات ويروح على المقر، يعمل تليفوناته، يصور الورق، يحفظ الورق بتاع تمرد امضاءات الناس في مكان محترم. ابتدت مثلا الجمهورية كلها بقى فيها مقرات تمرد من لا شيء. الإخوان قبل الثورة بأسبوع حرقوا مقر التمرد في رمسيس. أنا كنت ساعتها في التحرير وطلعت عليهم، واتحرق شوية يعني ورق كتير، بس يعني لحقنا الباقي يعني الحمد لله. ونزلت على النت وفي التلفزيونات ساعتها يعني، وطلعوا قالوا بيان يعني اللي هم مهما حرقوا مهما عملوا خلاص يعني الناس نازلة 30 يونيو يعني. فكانت فكرة محترمة وعصرية ومحترمة جدا للشباب وللناس الكبار، وابتدت تدي أمل للناس اللي هو هو ورقة وقلم، هنبتدي من واحنا في بيوتنا نمضي كده، الخطوة الجاية 30 يونيو وهنغير بإيدينا ونمشي الخونة دول. بس في كلام كتير على تمرد طبعا على اليوتيوب وفي التلفزيون، واكيد الاختيار هيتكلم عنه، فحبيت اتكلم عن لما كنت في الوقت ده كنت بعمل ايه يعني وحصل ايه وقتها. مسلسل الاختيار يعني
حاجه كده زي يعني ايه زي ما بنشوف كده افلام تسجيليه عن حرب اكتوبر. فالاختيار بيتكلم عن 25 يناير وبعدها و30 يونيو وبعدها. دي حاجه هنحتاجها بعد 30 40 سنه و100 سنه. فلازم اي حد عاصر او شاف حاجه غريبه قدامه او شاف اي موقف قدامه او احداث يطلع يتكلم وينزل على اليوتيوب عشان كل ده ليه لازمه دلوقتي وبعد 100 سنه. بس شكرا.